مين المسؤول الكبير اللي كلمك عشان تجيب له لاعب قريب من شهر كده عشان تجيب لاعب مكان علي معلول؟ لا مسؤول كبير في الاهلي كلمك لا 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 عشان تجيب لاعب بدل علي معلول؟ لا 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 هو مش انا بقول اللي بيقوله لكن لا لا مش لا بقول انا ماليش دعوه. مفيش مسؤول كبير في الاهلي كلمني عشان اجيب لعيب بديل لعلي معلول، لكن عرض على مسؤول في النادي الاهلي صديق شخصي لعيب في نفس مكان علي معلول. اللعيب ده من اعظم اللاعبين اللي الواحد شافهم في مركزه. انت اللي عرضته في الحوار اللي ما بيني وبين المسؤول وهو صديق عزيز جدا جدا جدا، عرضت اللعيب، خصوصا ان علي معلول وصل لمرحله ان ممكن قدامه سنه او سنتين وشكرا ومستواه. لانه اكيد مش هيصدقك انك انت بتحب الخير للاهلي، احنا هنضحك على بعض. طب بص اللي قالت انا ماليش دعوه وانا بره الموضوع، شوفوا رجعت قالت ايه. انا مش مسؤوله عن اللي بيقوله يا جماعه، لكن مسؤوله عن اللي بتقوله يا جماعه. انتوا احنا دخلنا نقابه المحامين ولا ايه الخاصه بالنادي الاهلي؟ ده قالت انا ماليش دعوه ومع ذلك انطلقت. انا قلت ايش دعوه باللي بيقوله شيخ العرافين؟ لكن حضرتك لما تقول كلمه انا هنا قاعده على الترابيزه دي بعمل ايه؟ تعليق. قول اللي بعده شيخ العرافين عشان ما يزعلش. عدل القيعي. ايوه كلمك عشان لاعب افريقي يجي الاهلي، فاكر؟ كلمك ليه؟ انا كنت في ابو ظبي قناه ابو ظبي رياضيه، وكلمني المهندس عدل القيعي عشان يسالني على لعيب كان بيلعب في نادي العين الاماراتي، واحد من اكبر انديه الامارات واسيا. فاللعيب اسمه ابو بكر السانوجو، لعيب ايفواري، فبيسالني عليه عشان ينفع للنادي الاهلي ولا لا. ينفع لما يجي لنا يبقى معانا كويس ولا لا؟ بالظبط كده. ساعتها انا رديت عليه قلت له مستحيل النادي العين يفرط في لعيب بالقيمه دي، خصوصا النادي العين من اكبر واغنى انديه الوطن العربي كله، واللعيب مهم ومؤثر وصعب جدا التفريط فيه. يا ناري نفسي علق. عايزه ايه بس؟ قول. ما انت بتزعل من ايه؟ قول. في اكتر من كده ولا زعلان المهندس عدل القيعي انه كلمني؟ شكلك زعلانه من كده، عايزه الدنيا كلها. انت قلت اهو. ايه؟ اديك قلت. ايه؟ ان شاء الله شيخ العرافين. كمل كمل. طيب ماشي. ده الاهلاويه طيبين قوي. طيب. بقول لك يا كابتن. اتفضل. هو في لاعب كبير من الاهلي هيمشي الايام اللي جايه صحيح؟ اللي كان زعلان في الصوره الاخيره. في لاعب كبير في الاهلي هيمشي قريب. وكان قاعد بيعيط الفتره اللي فاتت في ماتش قريب. اللي كان ايه؟ بيعيط. اللي كان بيعيط. انا ما اعرفش مين اللي كان بيعيط في الاهلي، بس في لعيب كبير في الاهلي قريب هيمشي، لعيب كبير قوي قوي. تم اكتشافه مؤخرا، وانا اقصد انه لعيب محمد عبد المنعم، اللاعب المدافع. بنسبة كبيرة محمد عبد المنعم ماشي.